رحت رقصتي بقى في اسكندريه. اي كنت اول بدايه اول بدايتك في اسكندريه. طب ايه اللي حصل لك بقى في اسكندريه؟ اللي حصل يا ستي انا ايه يعني بدات ايه انور في اسكندريه. طبعا ففي اللي رقصين بقى بتوع اسكندريه عارفه الاسكندرانيه يعني ما هماش اي كلام يعني لا هم يعبدوا الفن حبوا الفن جدا وما تاخديش حاجه منهم لا طبعا. فالمهم في بنت منهم كل ما تروح فرح تلاقيني صاحبي بيطلعوني اول الليل وهي بقى ايه يعني الكويسه يعني اللي بتاعه انا بيطلعوني في اول الليل بقى بمولاي كده مشعر طويل بقى وكده قلت لك انا اعمل ايه في البيت دي اتصرف معاها ازاي يعني فرسمت لي خطه محكمه يا فيفي خطه محكمه انا قاعده حاطه الشنطه بتاعتي جنبي ومامتي جنبي والشنطه دي فيها البدله بتاعتي اللي هرقص بيها وانا قاعده فايه قالوا البوفيه ومش البوفيه وما اعرفش ايه فالبوفيه ده بيبقى فيه ريست والناس رايحه جايه والبتاع واللي شايل الاطباق عارفه انت واللي بيتكلم بقى بيرغي لان المزيكا والعين بتتشد والرزع والخبط والبتاع سكت لان بقى فتره الشنطه دي سحبت من جنبي يا نهار ابيض انا ما عنديش وانا اطلع بعد البوفيه على طول هي جت بدري قالت انا عندي شغل كتير قوي ولازم اطلع دلوقتي اول الليل وخلي سهير ده بتاعك دي البنت دي تبقى تطلع بعد البوفيه لان انا عندي ما اعرفش ايه وعندي كام شغله وكام نحته وكام ما اعرفش الكلام باللي انت عارفاه والنحته حلوه بقى ما انت مجربه يا اختي بقى يلا الحمد لله نحتنا كتير وبعدين ايه انا ما اعرفش بقى الرسمه اللي جت ورقصت وبتاع ووسط حد من الفرقه بتاعتها الموسيقيه يسحب الشنطه دي عشان هي معروفه هي وصلت حد من فرقتها هي قالت له بعدين انا بروح ونركب العربيات وبتاع انت تستنى شويه وتسحب لي الشنطه اللي جنب البنت دي المشعره طويل اللي اسمها سور زكي الولد ما كتبش خبر وخد الشنطه وتعالى يلا يلا مدموزيل سهير انا كنت بقى لسه بقى في اسكندريه يعني ماما قالت يلا يلا الشنطه فين قلت لها مش عارفه ماما كانت هنا اهو ندور على الشنطه يا رب ماما قالت لي كده ال 2 جنيه ونص هيروح علينا اخد 2 جنيه ونص يا زعلانه بقى 2 جنيه ونص مش في البدله بقى كده ال 2 جنيه ونص هيروح علينا يا رب اتبسطتي يعني مش هنعمل كذا وكذا وبعدين طب اعمل ايه قعدت اعيط احكي لي بقى على الفرح اللي رحتيه وحصل فيه اللي حصل ده ايه والله ده بقى ده فعلا ايه بقى اللي حصل رحت فرح الناس يا عيني قاعدين يا اقول لهم انا بطلت اروح بيوت جاء فتره عليا من كتر الضغط العمل قلت لا اروح بيوت وزحمه واطلع سلالم وحر فقلت اوتيلات بقى والحاجات بقى الحياه في حصل بقى تطور يعني طبعا قلت لهم يا جماعه انا ما بروحش بيوت قالوا العروسه مش هتتجوز الا اذا انت جيتي وقالت لا اشمعنى جت عند زميلته فلانه وبنت فلان وبتاع يا هي مش المهم اختصار الموضوع واللي انت عايزاه قلت لهم مش مساله فلوس مساله ان انا ما بروحش بيوت دلوقتي والفرقه كبيره المهم اقنعوني والعروسه كلمتني وجاتني وعشان خاطري وبتاع طب يا حبيبتي طب انا هاجي الساعه كذا يعني اخترت وقت ايه تروحي فيه اروح فيه اللي حصل. قالوا لي جدة العروسة بتحبك قوي وهي اللي مصرة على انك انت تيجي للفرح ترقصي يعني هي بتشوف التلفزيون بتبقى عيانة وتقوم تجري جدتي صورة زكي في التلفزيون تجري وتتفرج عليه حياتها وهو حاطة صورة ليكي في قصام المجلات شفتي بقى الجو بقى عشان بقى تشوفني بقى طبع. ايه رأيك في السعادة يعني سعادة ما بعدها سعادة ما بعدها سعادة طبعا هتشوفني بقى طبع. لقيت جدتها دي قاعدة في أول ما عملوا بقى ستيج كده يعني بانوا حاجات بقى لعب في البيت يعني وجدة العروسة قاعدة والعروسة والعريس قاعدين وأنا بقى إيه عمالة تديها بقى ومش سلطنة بقى وبتاع شوية البلد دول وتتم تتم أم كلثوم بقى أنت عامل بتاع الست بقى إيه الجدة عمالة تعمل كده الله يسوس والله يسوس والله يسوس ماشي يا لهوي لا معقوله مش ممكن يعني ما الله يسوسه على الله يسوسه كده خالص فالمهم انا
ماتت عملوا ايه بقى؟ طب ده انا قلت ايه الست تكون اغمى عليها ولا حاجه وانا بقى ايه عماله شغاله عايزه عايزه اقلب يعني ورا كلونيا يعني عايزه واخلص وامشي عشان ورايا بقى ايه ورا جناح كتير قوي. المهم لقيت الست دي اختفت من الايه من الحته بتاعت الصاله اللي عاملين فيها الفرح. انا مش واخده بالي ولقيت ناس رايحه جايه رايحه جايه الستات كبار بقى ومش عايزين يعرفوا العريس والعروسه ولا عايزين يمشوا المقام. الاقي ست اساسا كبيره قوي فيعني ايه ما تبوظ بقى اتخضبت في عز وقتها اسم الله عليك. بعدين ايه خلصت انا ونازله بقول لهم ايه يا اخوانا راجل ابو العريس ولا ابو العروسه بيحاسب يعني وكده فبيقول لها بيقول لي حطوها اقفلوا عليها ما حدش يجيب سيره للعروسه دي بتحبها اعملوا معروف. قلت له هو في ايه؟ قال لي جده العروسه هي بتتفرج ماتت. يا لهوي قلت له ماتت يا خرابي يا ساعه ما عملت كده ماتت قال لي